الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة السادسة، والبداية بأبرز العناوين. في جمعة الفرصة الأخيرة، تظاهرات المعترضين على نتائج الانتخابات تشهد تصعيدا غير مسبوق، وأنباء عن سقوط شهداء وجرحى. حراك تشكيل الحكومة يدخل مرحلته الثانية مع قرب انتهاء الطعون الانتخابية، لقاءات ثنائية في بغداد قبيل أعلان النتائج النهائية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية من التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد، حيث شهدت المنطقة الخضراء اشتباكات بين صفوف محتجين على نتائج الانتخابات والقوات الأمنية المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء، بعد محاولات قادها متظاهرون لدخول المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط. ورفع المحتجون خلال ما أسموه بتظاهرات جمعة الفرصة الأخيرة شعارات تطالب مفوضية الانتخابات بتصحيح الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية، مطالبين بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل، وأكد إعادة الأصوات التي وصفوها بالمسروقة. وجدد المحتجون رفضهم لنتائج الانتخابات التي اعتبروها مجحفة بحق الناخبين. في المقابل، نفت خلية الإعلام الأمنية أنباء إغلاق جسري سنك والجمهورية في العاصمة بغداد بالتزامن مع تظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء. وقالت هذا وأفادت أنباء باستشهاد 3 متظاهرين وإصابة أكثر من 40 آخرين في اشتباكات قرب المنطقة الخضراء على خلفية تظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات. وأفادت مصادر أمنية وطبية باستشهاد 3 متظاهرين وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة الاشتباكات قرب المنطقة الخضراء بعد محاولات قادها متظاهرون للدخول إلى المنطقة الخضراء، فيما أكدت المصادر ذاتها أن القوات الأمنية رفعت من حالة التأهب وزجت بقوات إضافية داخل المنطقة الخضراء. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من بغداد أنس يوسف. أهلا بك أنس، لو تضعنا في صورة وآخر مستجدات تظاهرات المعترضين على نتائج الانتخابات قرب بوابة المنطقة الخضراء. نعم، تحياتي لك أسماء ولجميع السيدات والسادة المشاهدين. طبعا اليوم انتهت المهلة التي حددت من قبل المتظاهرين الخارجين المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المحافظات العراقية. هذه المهلة أعطيت لمفوضية الانتخابات. طبعا لم تكن هنالك استجابة من قبل المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات في عموم المحافظات العراقية، وبالتالي اليوم وبعد الساعة الثالثة من ظهر هذا اليوم يعني تقدم المحتجون نحو بوابات المنطقة الخضراء، وأكثر التقدم كان على بوابتين، هي بوابة جسر المعلق من الجهة يعني الجنوبية للمنطقة الخضراء، وكذلك البوابة الأخرى وهي البوابة الشرقية من جهة كرادة مريم التي تعرف ببوابة وزارة التخطيط. طبعا كان هنالك صدام بين القوات الأمنية والمحتجين الذين تقدموا للدخول إلى المنطقة الخضراء. هذا الصدام تحول إلى اشتباكات عنيفة بالحجارة، وكذلك كان هنالك إطلاق
للنيران من قبل القوات الأمنية فوق المحتجين الذين حاولوا الدخول للاعتصام أمام يعني مقر قضائية الانتخابات داخل المنطقة الخضراء. طبعا يعني شاهدنا يعني هنالك مشاهد من هذه يعني التظاهرات والاعتصام والدخول ومحاولة الاقتحام للمنطقة الخضراء. شاهدنا هنالك عدد من الإصابات بين المحتجين وكذلك القوات الأمنية، يعني أعداد الإصابات تجاوزت 100 إصابة حتى هذه اللحظة، وأيضا كانت هنالك أنباء تشير عن سقوط يعني شهيدين في هذه المحاولة لاقتحام المنطقة الخضراء. لكن بالتالي وزارة الصحة قبل قليل أصدرت بيان، يعني أفاد هذا البيان بأن عدد الجرحى الذين سقطوا في أو أصيبوا في هذه عملية الاقتحام هم 125 فقط، 27 من القوات، عفوا 27 من يعني المتظاهرين، وباقي الأعداد أعداد الإصابات 98 تقول وزارة الصحة أنهم من القوات الأمنية الذين أصيبوا بالحجارة أثناء عملية دخول المحتجين. طبعا كانت هنالك أعداد إضافية من القوات الأمنية لحماية المنطقة الخضراء، وأيضا قطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وتجديد أمني. أيضا القوات الأمنية رفعت من حالة التأهب إلى القصوى، وبالتالي بعد كل هذه المناوشات التي حدثت بين القوات الأمنية التي هي مسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء والمحتجين المطالبين يعني إعادة العدوى الفرد اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في عموم المحافظات العراقية، كان هنالك يعني نوع من الهدوء قبل قليل حدث بالقرب من بوابات المنطقة الخضراء مع يعني التجديد بالإجراءات الأمنية للقوات الأمنية. قبل قليل هنالك يعني شاهدنا هنالك دوريات وسيطرات متنقلة ومتحركة انتشرت في بعض مناطق العاصمة بغداد، لا سيما المناطق التي هي قريبة من المنطقة الخضراء لتأمين يعني المنطقة الخضراء. وأيضا يعني كان هنالك أيضا توجيه من القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل لما حدث هذا اليوم من مناوشات بين القوات الأمنية والمحتجين. أيضا كانت هنالك مناشدة من السيد الكاظمي لجميع المتظاهرين بالسلمية والمطالبة بالسلمية يعني هذه النيران التي حصلت هذا اليوم بين المتظاهرين وكذلك القوات الأمنية على مداخل المنطقة الخضراء. نعم الزميل أنس يوسف، شكرا جزيلا على مداخلتك، كنت معنا مباشرة من بغداد. من جانبه دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات، دعاهم إلى التهدئة وعدم التصعيد واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات وكذا الابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية. وأعلن المالكي في تغريدة له على تويتر مساندته المتظاهرين في تلبية مطالبهم المشروعة وإنصافهم، داعيا القوات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع المتظاهرين، فيما أدان المالكي الاعتداء واستخدام العنف والقوة المفرطة من أي طرف كان، محذرا في الوقت ذاته من تدخل أياد خبيثة وأطراف مشبوهة من أجل إشعال الفتنة وخلط الأوراق. بدوره طالب رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم طالب المحتجين المعترضين على نتائج الانتخابات والقوات الأمنية التزام أقصى درجات ضبط النفس. وذكر الحكيم في بيان أنه يتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقتربات المنطقة الخضراء، مشددا تأكيده على ضرورة عدم خروج الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات عن إطارها السلمي، فيما حث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف الحساس، داعيا مفوضية الانتخابات والمؤسسة القضائية إلى النظر بجدية في الطعون الواردة وكذا إنصاف القوى المعترضة.
مشاهدينا لتفصيل، ينضم إلينا القيادي في فتح أبو ميثاق المساري. أهلا بك سيدي. اليوم شهدنا هذه الاحتجاجات في ظل ما يشهده الشارع ربما سيد المساري من مستجدات وأنباء عن استعمال ربما السلاح والرصاص الحي وسقوط شهداء ناهيك عن الجرحى. تحالف فتح، برأيكم في هذا الانزلاق، ما هو رأيكم في هذا الانزلاق خصوصا وأنتم من دعوتم وأصريتم على رفض نتائج الانتخابات؟ هنالك من يتهمكم سيدي الكريم، ضيفي الكريم، بأنكم أنتم من تودون جر العراق إلى مرحلة العنف. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك، تحية لكم ولكادر قناة الثلوج الغراء ومن خلالكم جميعا إلى مشاهديكم ومستمعيكم في كل مكان. أعتقد من الجور والظلم بمكان أن تتهم من يطالب بحقه ورفع المظلومية عنه بأنه هو الذي يساهم في جر البلد إلى مستنقع كما تفضلتم. أعتقد أن المستنقع الذي نحن فيه الآن هو جلي ومكشوف وواضح. من أراد جر البلد هو من امتدت يده ابتداء إلى صناديق الاقتراع وفعل نتائج غير واقعية وغير مقبولة. أعتقد أنه اليد التي امتدت إلى عملية العد والفرز الإلكتروني وتلاعبت بالأحجام الانتخابية وبأعداد الأصوات كانت ضالعة تماما في هذه الجريمة التي يجر ويساق لها أبناء شعبنا السلميين. نحن تماما كنا مؤيدين للتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق. نعم. إذا كان دعمنا وإسنادنا لهذه المطالب الحقة هي مثلبة بحقنا، فنحن نعم الآن نؤكد أننا مصرين تماما على دعم هؤلاء السلميين وسلميتهم في المطالبة في إعادة حقوقهم المسلوبة وأصواتهم المسروقة. زد على ذلك أنه هؤلاء الناس الحكومة العراقية لم تبالي لمطالبهم، على العكس تماما. ظهر علينا أحد مستشاري رئيس الحكومة وهو في بصمة صوتية يعترف تماما على يعني موقع الجلوب هاوس لأنه هو الذي مد يده وغير هذه الأرقام. بادرت الحكومة قبل يومين لمكافأته على ما فعل وكعينه بمنصب مستشار في جهاز الأمن الوطني، وهذا ما استفز الجمهور بصورة كبيرة ودعاه إلى التصعيد. اليوم من الصعب. طيب سيد المساري، اليوم دخلنا في ربما مرحلة جديدة، خيار فتح بعد هذا التصعيد، سقط شهداء وجرحى، ماذا عن مستقبل العراق وصالح العام العراقي؟ ما هي خيارات فتح بعد هذا التصعيد؟ طبعا المزيد من التصعيد يعني مرفوض تماما. نحن ندعو دائما الى الاحتكام الى العقل والرويه وندعو الى التهدئه. كل خطابات القيادات اليوم على عكس ما يروجه الاعلام الاصفر، الاعلام المغرض والمعادي للعمليه السياسيه والعراق من انه البعض يدعو الى العنف وكذا. لا، سمعنا اليوم اكثر من تصريح يتنادى الحكماء والعقلاء لتهدئة الشارع وعدم جر الشارع إلى المزيد من التصعيد. الحكومة وجهاز الكاظمية وجوقة المستشارين الذين يتعكز عليهم في إجراءاتهم الذين تعمدوا افتعال هذه الأزمة، والجانب الآخر هو الذي يدعو إلى تهدئة الشارع وهو الذي يدعو الجماهير دائما إلى التعقل والاحتكام الى العقلانيه في تظاهراتهم. اعتقد انه رقعه الاحتجاجات سوف تتوسع تماما نتيجه لما ظهر اليوم من صور بشعه للقوى الامنيه وهي تواجه السلميين وتمطرهم بهذا العتاد الحي. رقعه وشكل وحجم هذا التصعيد سوف نشاهده يوم غد بعد بداية الدوام الرسمي في يوم الأحد أعتقد بعد يوم غد. وأعتقد أنه التصعيد سوف يجري، سوف يحتفظ بسلميته لكنه سوف يتمدد
يغطي مساحات اكثر من رقعه هذا البلد، من رقعه بغداد ومحيط المنطقه الخضراء وذلك كافه المحافظات الاخرى. اعتقد انه العراقيين اليوم ايضا يعني مدعوين لمساعده ابنائهم السلميين في المسير بتظاهرات بالشوارع، تظاهرات سلميه يعني تبقى تطالب بهذا الحق المسلوب وبهذا يعني محاسبه اليد التي امتدت وغيرت هذه الاعداد متعمدة من أجل إثارة هذه الفتنة. هذه الأيدي يجب أن تحاسب ويجب أن نرى عكس ما بادرت به الحكومة من إهداء المناصب إليهم، على العكس تماما يجب أن يحاكموا ويوضعوا خلف الفضمان لأنهم افتعلوا أزمة من لا شيء، ولم نكن بحاجة لا البلد بحاجة ولا هو بالاستطاعة من احتواء هكذا أزمات. يعني كنا في أمر وأصبحنا عدة أمور علينا يعني لملمت الوضع العراقي وحاولت الاتجاه بالأمور إلى السلمية والكهفية أكثر، لكن هذه الاستفزازات التي فعلها فريق مصطفى الكاظمي يعني سبحان الله على عكس ما كنا ننوي، كنا نخطط جرت الأمور إلى يعني ما ظهرت عليه اليوم، ونأمل أنه نستطيع احتواء هذه الأزمة والتخفيف من الأثر السلبي لهذه التظاهرات. أبو ميثاق المصاري القيادي بتحالف فتح، شكرا جزيلا لك. سياسيا أيضا، كشف الإطار التنسيقي للقوى الشرعية عن قرار اتخذته القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات بعدم المشاركة في تشكيلة الحكومة المقبلة، فيما أكد أن كلا كتلة كردية وبعض المستقلين لن يشاركوا في الحكومة أيضا. وذكر مصدر في الإطار التنسيقي أن قوى كردية فائزة إلى جانب بعض المستقلين التحقوا أو تضامنوا مع قوى الإطار وأعلنوا رغبتهم في مقاطعة أو عدم المشاركة بالحكومة المقبلة، واضحا أن هذه الكتل ستذهب باتجاه المعارضة البرلمانية في حال أصرت المفوضية على تجاهلها لمطالب إعادة الفرز والعد اليدويين لجميع محطات الاقتراع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات وصل مجموع مقاعدها النيابية إلى أكثر من 180 مقعدا. من جانبه بحث رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي جرت في تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى مستجدات الوضع السياسي في البلاد واستحقاقات المرحلة القادمة. وشدد الحكيم في تغريدة له على تويتر على ضرورة استحضار المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الخاصة، ووضع حد لمعاناة المواطنين عبر النهوض بالواقع الخدمي في العراق، كما تم التأكيد أيضا على أهمية تضافر الجهود تجاه الاستحقاقات القادمة وضرورة أن تكون الحكومة القادمة حكومة خدمة تلبي طموحات المواطنين. وأشار رئيس تحالف قوى الدولة إلى أهمية اعتماد الطرق السلمية والقانونية في الاعتراض على نتائج الانتخابات، وأن المفوضية والقضاء يتحملون مسؤولية النظر بالشكاوى والطعون بشكل جدي، وبما يعزز ثقة المواطن والقوى السياسية بالعملية الانتخابية. وفي سياق متصل، بحث وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري مع الهيئة السياسية لتيار الصدري في العاصمة بغداد نتائج الانتخابات التشريعية وكذا آخر مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب مسؤولين كرد فإن القوى الكردية تنتظر لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بينها لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للاستحقاق الانتخابي. هذا وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع الحزب للتفاوض على استحقاقاته في الحكومة الاتحادية المقبلة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد. وعقد الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا برئاسة بافال طالباني
لبحث الأوضاع السياسية وأخيرا المستجدات في إقليم كردستان والعراق وكذا تقييم العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات، حيث اتفق المجتمعون على تكليف لجنة خاصة بإعداد مشروع الاتحاد الوطني ومشاركة الكرد بشكل موحد من أجل تحديد الأولويات في المرحلة المقبلة. وما يزال البيت الكردي ينتظر ترتيب أوراقه داخليا للاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية، لكنه في الوقت نفسه ينتظر توافق البيت الشيعي قبل التوجه إلى تحالف لتشكيل الحكومة. عملية شاقة تحاول فيها الكتل السياسية ومنها الكردستانية وبالتحديد الديمقراطي الكردستاني نسج تفاهمات سياسية تؤسس لتشكيل الحكومة المقبلة، لكنها ما زالت تنتظر تصديق المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات للدخول في تحالفات تتناغم مع توجهاتها. مصادر من داخل الديمقراطية تؤكد أنه لا يوجد إلى الآن أي اتفاق مع أي طرف أو جهة سياسية. تحالف الأقوياء، إن لم يحصل هذا التوافق والتحالف وبكل صراحة أقول العراق سوف يكون مقبلا على وضع أسوأ مما رأيناه أثناء التظاهرات تشرين، أثناء انتفاضة تشرين. هذه المسألة لن تكون مرضية لا للشعب ولا للتشرينيين ولا لمن تحصلوا على أصوات الغالبية من المصوتين. يتجه المشهد السياسي حسب مراقبين إلى جهات تسعى لتشكيل أغلبية سياسية وأخرى تدعو إلى توافقية لتشكيل الكتلة الأكبر عددا لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، فهل سيكون من داخل التركيبة السياسية أم إن ثمة مفاجآت تتسيد المشهد؟ وهل هناك خطوط حمراء عليه هنا في إقليم كردستان؟ طبعا يقول الكرد بشكل عام بأن التركيبة التي كانت متبعة أو النظام اللي متبع من 2003 لحد الآن لم يكن ناجحا، يعني واضح الفشل الواضح للحكومات المتعاقبة لا في تقديم الخدمات للجمهور العراقي الأوسع ولا في حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد. بالنسبة للكرد الالتزام بالدستور هو القضية الأساسية. فالمعطيات الحالية تشير إلى انغلاق سياسي حاليا في ظل وجود تشكيك في نزاهة الانتخابات وجمهور متظاهر قد يذهب نحو تجاوز المدد الدستورية دون خروج التيار الصدري والإطار التنسيقي بتفاهمات حتى الآن، فيما يبقى موقف الحزب الديمقراطي منفتحا على أي مرشح لرئاسة الوزراء تتفق عليه جميع الكتل السياسية. من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة. أقيمت اليوم الجمعة صلاة جماعة موحدة في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى وبمشاركة محافظات عدة لدرء الفتن الطائفية على خلفية المجازر الدموية الأخيرة في قرى القضاء. وقالت قائم مقامية المقدادية إن صلاة الجمعة هي رسالة لتوحيد الصف الوطني ونبذ الطائفية وكذا تعزيز التعايش السلمي بين مكونات ديالى، مؤكدة توافد أعداد كبيرة من المواطنين من خارج ديالى للمشاركة في الصلاة الموحدة، لافتا إلى أن أوضاع المقدادية مستقرة ولم تسجل حالة نزوح جديدة وأن الأجهزة الأمنية منتشرة في عموم المناطق. في غضون ذلك جدد وجهاء وشيوخ عشائر قرية الرشاد في قضاء المقدادية رفضهم لمحاولة تأجيج التفرقة الطائفية والمجتمعية، داعين إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الفتنة في قضاء المقدادية. الشرف بالوفد اللي زارنا حقيقة رأينا وجوههم معالم الحزن ومشاركتهم لهذه الفاجعة الأليمة التي ألمت بأبناء أمتنا في قرية رشاد قضاء المقدادية. إحنا اليوم نوجه رسالة اطمئنان إلى كل أخوتنا في قضاء المقدادية وإلى الحكومة المركزية. إحنا إن شاء الله نحافظ على القضاء بأكمله وعلى كافة مكوناته
وعندنا مشكلة مع القرى المجاورة. نحن أهل الضحايا، إحنا بالنسبة عشيرة العطافة من قبيلة بن التميم، عشيرة مسالمة يعرفها القاصي والداني، رقم الجراح العميقة، رقم شهدائنا، الكل يعرفون إن إحنا إيدينا بريئة، إحنا مسالمين مع كل أخواننا بالمنطقة، إن كان سني أو كان شيعي، إن كان تميمي أو غير تميمي، إجبوري، مهداوي، من أي عشيرة أخرى، ناس سلميين، نحب التعايش مع الآخرين، نريد استقرار بلدنا، نريد العيش بسلام لكل أبناء العراق من شماله إلى جنوبه. هذا اللي يهمنا، ما يهمنا زعزعة وعدم استقرار وحروب وقتال ودماء، بعيدين كل البعد إن شاء الله من هذه المسميات. في ذي قار، بعدما فتحت زيارة بابا الفاتيكان إلى ذي قار أبواب السياحة الدينية والتاريخية، مديرية الآثار تضع أول دليل آثاري سياحي في العراق لتعريف السائحين بالآثار الموجودة في المحافظة. بعد زيارة الحبر الأعظم إلى زقورة أور وبيت النبي إبراهيم الخليل عليه السلام، توافد مئات السائحين إلى مدينة الناصرية، حيث تحتوي على مئات المواقع الأثرية المهمة والأماكن الدينية والأسواق ذات الطابع التراثي. وتمتاز المحافظة أيضا بالمواقع البيئية الطبيعية المتمثلة بالأهوار. ولتفعيل هذه المواقع التراثية المهمة في تفعيل السياحة، تم إعداد دليل أثري سياحي من قبل مفتشية آثار ذي قار، ويعد أول دليل أثري سياحي في العراق. في خطوة أولى، هي الأولى من نوعها في العراق، تصدر مفتشية آثار ذي قار دليلا سياحيا آثاريا يبين به أهم المعالم الآثارية والسياحية والبيئية والأهوارية أيضا. هذا طبعا الكتيب تم إصداره بشكل تطوعي من قبل مفتش آثار ذي قار، بينا بها الأماكن التراثية في كافة أنحاء العراق، أهم المواقع التراثية وأيضا المواقع مواقع البادية والمواقع السياحية المختلفة. 65 صفحة يحتويها هذا الدليل الذي جاءت فكرة إصداره من قبل آثاريين متخصصين في مفتشية آثار ذي قار، حيث تم الاعتماد على مصادر ومسوحات آثارية تضمنت شرحاً مفصلاً عن أهم المواقع الآثارية والمعالم التراثية، معززة بصور عالية الجودة ل25 مدينة سياحية مهمة متهيئة لاستقبال السواح. وكانت هذه المحافظة تفتقر إلى دليل سياحي، رغم وجود الكثير من الشركات السياحية إلا أنها لم تركز على المكانات المهمة التي يقصدها السياح، لذلك أصبحت الحاجة ضرورية لإنشاء دليل يعمل على أن يكون مرشدا للسياح. وهذا الدليل الذي أنشأته مفتشية آثار وتراث ذي قار يعد قفزة نوعية ومهمة في إرشاد السائحين. من خلال الدليل السياحي في الذي أعدته دائرة الآثار في محافظة ذي قار، وجدنا هنالك أماكن سياحية وأماكن أثرية. أول دليل سياحي أثري في العراق يعرف السائح بمعالم ومناطق ذي قار الأثرية، لتكون ذي قار قبلة السياح والمهتمين بآثار وحضارة العراق. من ذي قار، سعد الركابي، قناة الفلوجة. بهذا مشاهدينا نصل إلى طي أوراق هذا الموعد الإخباري، ونذكر بأبرز عناوينه. في جمعة الفرصة الأخيرة، تظاهرات المعترضين على نتائج الانتخابات تشهد تصعيدا غير مسبوق، وأنباء عن سقوط شهداء وجرحى. وحرك تشكيل الحكومة يدخل مرحلته الثانية مع قرب انتهاء الطعون الانتخابية، لقاءات ثنائية في بغداد قبيل إعلان النتائج النهائية. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، ويوتيوب وإنستغرام. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.